فرحة المجاهدين بعد تحرير بلدة الملح 17/9/2014 صافي طلب الله لي المويين تابع لقوات السائقة السورية. السلام عليكم. الله أكبر والعزة لله. 17/9/2014 تحرير الملح معركة رد الطغيان. الله أكبر. تحرير الملح للمرة الخامسة والسادسة والسابعة الحمد لله رب العالمين. استغرق أقل من 10 دقائق اقتحام أخوي. الحمد لله رب العالمين. لواء المويين تابع لقوات السائقة السورية يقوم بتحرير بلدة الملح للمرة الثالثة على التوالي واغتنام دبابة بي ام بي شيلك 4 سبطانات على سيارة وبلدوزر. اللهم ثبت المجاهدين يا رب. وعطب عربة بي ام بي. الله أكبر ولله الحمد. قام لواء الأمويين التابع لقوات الصاعقة السورية باقتنام دبابتين وبي ام بي وعربة شيلكة وبلدوزرين. الله وتم قتل 8 شبيحة. الله أكبر ولله الحمد. اللهم والعزة لله. باقي الهزمة والله وكيلكم الهزمة ومتى كلاب. الله أكبر. الله أكبر. التابع الصاعقة السورية قمنا بتحرير حاجز الملح بالكامل وقتلنا الشبيحة بالكامل. الله أكبر. المجاهد أبو الصافي بعد تحرير تل ملح من رجس الطواغيت وجنود بشار الأسد. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد أصحابه أجمعين. قمنا نحن اللواء الأمويين التابع للصاعقة السورية قمنا بتحرير حاجز تل ملح من الشبيحة. الحمد لله رب العالمين. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر.